طيب خلونا نتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الكام يوم اللي جايين إن شاء الله من خلال دكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك كريم، أهلا بيكم يا فندم وكل السادة المشاهدين. أهلا وكل مشجعي الأهلي، منور الدنيا، أهلا بيك يا فندم. وعايزين نعرف بقى من حضرتك إحنا إيه النظام؟ يعني باختصار كده إحنا مش فاهمين حاجة يا فندم، نتصرف إزاي؟ معلش، هي دايما دايما نهايات الفصول بتبقى كده ايه يعني ملخبطه الدنيا. هو احنا كده الشتاء بينتهي؟ يعني فاضل لنا حوالي اقل من شهر على نهايه فصل. احنا اتكروتنا الشتويه دي جامد قوي. فالثلث الاخراني دايما من كل شهر من كل فصل بتبقى العمليه ايه يعني فيها شويه دربكه، خصوصا انت داخل على فصل تقلبات جويه اصلا حتى وسريعه زي الربيع، فتبقى الاجواء مضطربه بشكل كبير. احنا شفنا طبعا الحاله اللي فاتت بتاعه الثلاث والاربع اللي فات، مظبوط، كان اقل درجات حراره سجلت في الشتاء هذا العام سجلت الثلاث والاربع اللي فات، بالاضافه لنشاط الرياح والامطار اللي شفناها والثلج اللي نزل في بعض المناطق، يعني ما يا دوب ريحنا جمعه وسبت، يعني كمان كان في مطر خفيف في الجمعه على القاهره، بعد كده سبت وحد بدات النهارده حاله عدم استقرار على المنطقه الغربيه، السلوم ومطروح وشويه وهتخش على اسكندريه، أمطار متوسطة لغزيرة. بكرة الثلاثاء إن شاء الله هتبدأ تشمل الأمطار باقي محافظات شمال البلاد بصفة عامة، كل وجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال ووسط وجنوب سيناء، ممكن توصل المطر لشمال الصعيد، بالإضافة طبعا للمدن المطلة على خليج السويس بالكامل. هذه الأماكن طبعا معرضة لسقوط أمطار متوسطة، ممكن تكون غزيرة في بعض الأماكن ورعدية طبعا. نشاط الرياح هيكون أقل من الحالة اللي فاتت، الحالة اللي فاتت كان نشاط الرياح قوي جدا وتسبب في يعني مشاكل كتير ويزود الإحساس بالبرودة كمان لما يكون فيها، وكان يزود إحساسنا بالانخفاض بتاع الحرارة. لا هو في نشاط رياح بس مش بالقوة بتاعت الحالة اللي فاتت، برضه انخفاض الحرارة مش بنفس قوة المرة اللي فاتت، القاهرة المرة اللي فاتت سجلت 12 درجة مئوية العظمى يوم الأربعاء، لا إن شاء الله بكرة بإذن الله الثلاث متوقع من 15 16 درجة مئوية، فيعني تعتبر حالة متوسطة من حالات عدم الاستقرار. طيب دكتور محمود طبعا بصبح على حضرتك واهلا بحضرتك، عايزه اروح معاك لو تسمح لي، يعني هخرج بره مصر، لو نروح لتنزانيا واحنا عارفين حاليا طبعا الجو هناك صيفي يعني شديد الحراره، واللاعبين بتوعنا هناك الفريق بتاعنا هناك، ويمكن هناك في نوع من الرطوبه يعني الحر الشديد، يمكن مصر في الصيف بتكون حر لكن هناك يعني درجات الحراره مرتفعه بشكل اكبر، فخلينا نطمن على اللعيبه هناك، خلينا نعرف كده الدنيا هتمشي ازاي، برضو ده ممكن يؤثر يعني بفكره احنا برضو كمصريين مش واخدين على الرطوبه الشديده دي. اتفضل. طبعا في البدايه طبعا احنا بنتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب ويرجع لنا باذن الله، اكيد ان شاء الله. الجو طبعا هناك درجه الحراره فعلا من 25 26 يعني درجه الحراره ايه مرتفعه شويه، الرطوبه عاليه، بس وجودها على المحيط بيخلي فيه فرص امطار، ففي هناك فرص امطار طبعا، امطار متوسطه ممكن تشد شويه، خصوصا طبعا يعني بيبقى في فترات الليل، بس الحمد لله ماتش على الساعه 3 في مطر بس مش هيبقى بالقوه بتاعت فترات الليل. تمام، يعني هم اكيد طبعا هم هناك معاهم اكيد مستعدين طبعا، المستلزمات بتاعت المطر موجوده، ويعني هي بس فرص الامطار دي هي ممكن تبقى فيها مشكله شويه بس مش هتبقى غزيره باذن الله. طب انا عايز اسال حضرتك فكره اصلا الرطوبه، يعني احنا بنروح مع حضرتك كده في كل حاجه بتحصل او ظاهره بتحصل عشان تقول لنا نتصرف ازاي، اتكلمنا مع حضرتك قبل كده في الشبوره، دلوقتي رح نتكلم عن الرطوبه تحديدا، المفروض البني ادم يتصرف ازاي لما تبقى الرطوبه عاليه، يعني ايه الاجراءات المفروض نتخذها؟ هو بالنسبه في مصر هنا بقدر الامكان ما نكونش قاعدين في اماكن مقفوله، لان طبعا كميه الرطوبه بتاخد حجم كبير في كتله الهواء اللي موجوده، فبتاخد مساحات بقيه الغازات، يعني بتقلل بقى من كميات الاكسجين في الكتله الهوائيه اللي موجوده، فعشان كده دايما لازم الكتله الهوائيه دي تكون متجدده عشان تجدد لي دايما كميه الاكسجين اللي انا بحتاجها في جسمي او اللي انا بتنفسها. فكل ما يكون المكان مغلق او مقفول كل ما يكون عمليه التنفس صعبه اثناء الرطوبه العاليه. والميه مثلا نشرب ميه كتير يعني مع يعني شرب الميه يعني الى حد كبير ما بيأثرش، ملوش دعوه موضوع الرطوبه ملوش علاقه. طيب. بس هو طبعا تجديد الهواء دايما والكتله الهوائيه مع المجهود، لو في ماتش او حاجه والرطوبه عاليه ببقى عايز كميه اكسجين اكتر. تمام. مع اي مجهود بحتاج كميه اكسجين اكتر، فمحتاج كل ما الرطوبه تكون عاليه كل ما عمليه التنفس بتبقى صعبه.
حتى لو المكان مفتوح، خصوصا في الاماكن اللي فيها الرطوبه بتوصل ل 100% دي فبتبقى صعبه شويه. انما الحمد لله هي الايام دي في مطر، فوجود مطر هناك برغم الرطوبه العاليه بيقلل كميه الرطوبه. يعني الرطوبه يصلح الحال ان شاء الله، ما بقاش في اي انعكاسات سلبيه يعني على مساله الرطوبه بصفه خاصه. يعني موضوع المطر لو امطار متوسطه بيمشي الحال، لكن فكره الرطوبه ونقص الاكسجين مع مجهود بدني وجري وسبرنتات رايح جاي، يعني ربنا يصلح الحال ان شاء الله. وان شاء الله بكره يعني ما يبقاش في اي انعكاسات سلبيه لدرجات الرطوبه المرتفعه او نسبه الرطوبه المرتفعه على اداء لاعبي النادي الاهلي. احنا بنشكر حضرتك الدكتور محمود جزيل الشكر، نورتنا واسعدتنا كالعاده وافدتنا ايضا كالعاده. احنا